محمد، دخلنا في مرحلة الجد ومرحلة الاستعداد لمباراة المريخ السوداني في واحدة من المطبات والمحطات الصعبة في مشوار النادي الأهلي إن شاء الله نحو الأميرة السمراء والبطولة ال11. النهارده الفريق طبعا بيأدي التدريب الرئيسي والتدريب الأساسي، بالأمس كان في استشفاء طبعا للاعبين. بعض الأخبار يا محمد طبعا اللي تم تناثرها بالأمس عن إصابة بيرسي تاو. خليني اقول لك يا محمد ان في الوقت اللي انا بكلمك فيه بيرسي تاو حاليا موجود في ارض الملعب، مفيش اي كلام ولا اشعه ولا الامور اللي يعني تم طرحها او قيلت فيه بالامس. بيرسي تاو مفيش اي حاجه. الدكتور احمد ابو عبله يعني كان ليا كلام، قال لي مين اللي قال ان بيرسي تاو مصاب والاخبار دي جت منين؟ ده اتقال كمان ان احنا عملنا له اشعه، مفيش الكلام دوت. بيرسي تاو محمد بطمنك موجود في ارض الملعب بيأدي التدريب مع اللاعبين. ده خبر من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، حصل لقناه النادي الاهلي ان بيرسي تاو ما فيهوش اي حاجه، اللعب النهارده وجاهز للمشاركه بالمناسبه محمد لمباراه ان شاء الله امام الفريق المريخ. قبل ما اروح لبس محمد لملف الاصابات، انا قصدت ان انا اتكلم على بيرسي تاو في البدايه لان كلام كتير اتقال خلال ال 24 ساعه الماضيه.